السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. إذا في هذا الفيديو أريد أن أتكلم لكم يعني عن موضوع كثير من الأصدقاء يطرحون أسئلة يعني حوله، وهو موضوع يعني السرطانات أو تلك النموات الخشبية القوية والطويلة التي تكون غالبا وسط الشجرة، وماذا يجب يعني الفعل تجاهها؟ هل يجب تركها أو تقليمها أو نزعها كلية؟ إذن أول شيء يجب يعني التعرف على هذه السرطانات، ما هي خاصيتها؟ الخاصية الأولى هو أنها تكون يعني ذات نمو قوي وسريع خلال الموسم الواحد. تشاهدون في هذا المثال يعني يكون طولها ما بين متر ونصف إلى مترين تقريبا خلال فقط موسم واحد. تكون المسافة بين العيون كما تشاهدون مثلا بين هذه العين وهذه العين تكون أطول من الأغصان العادية. تشاهدون يعني ما بين العين والعين تكون مسافة كبيرة جدا، قد تصل إلى 10 سنتيمترات. خاصية أخرى هي أن هذه السرطانات أو النموات الخشبية القوية يعني بالدارجة المغربية يسمونها سارق الماء، لأنه يسرق يعني الماء والمواد العضوية والمعدنية من الشجرة. تكون هذه الأغصان تخرج من الخشب الذي عمره سنتين فما فوق، يعني لا تكون تخرج من خشب السنة الماضية الذي قبله، يعني يكون يخرج. في هذا المثال تشاهدون هذا غصن كبير يعني كبير في السن، وتخرج منه هذه السرطانات العديدة التي تكون يعني ردة فعل من الشجرة عن شيء ما. في هذا المثال تلاحظون هذا الجذع يعني قلم من الأعلى كما تشاهدون، وكردة فعل يعني الشجرة تعطي هذه النموات الخشبية العديدة والقوية يعني نظرا لهذا التقليم غير العادي أو التقليم الجائر أو التقليم الكبير. إذا كما تشاهدون هنا كذلك يعني يخرج من الخشب الذي عمره أكثر من سنتين، تشاهدون هذه النموات الخشبية أو السرطانات. هذه السرطانات تكون دائما عمودية لأنها يعني الحصارة تسري فيها بشكل كبير جدا، وبالتالي فقط تكون عمودية يعني لا تكون أفقية. في بعض الأحيان تكون هناك بعض الأغصان يعني ذات نمو شيئا ما يعني قوي حتى نصف متر أو 40 سنتيمتر. بعض الأشخاص يعني يظنون أنها سرطانات، ولكنها لا تكون سرطانات لأنها تخرج من الخشب الذي نما في السنة التي قبله. هذا مثال، هذا الغصن يعني هو عادي يخرج من غصن قبله عمره سنتين ها هنا، وهو أفقي يعني هو عمودي عفوا، ونموه ليس بالكبير جدا، يعني هذا الغصن ليس بسرطان بالمقارنة مع هذه السرطانات. إذن يجب التمييز بينها. هنا أيضا يعني المسافة بين العيون ليست كبيرة جدا، أعتذر يعني ربما ليست الصورة واضحة بشكل كبير، ولكن يمكنكم مشاهدة الفرق لأن الشجرة عالية قليلا. إذن كما قلت لكم هذه النموات يعني لا تكون نموات خصبة، هي تكون فقط نموات خشبية العصارة تسري فيها بشكل كبير جدا، وبالتالي فإن الحل أمام هذه السرطانات ليس هو التقليم، لأنك إذا قلمتها سوف تعطيك سرطانات أخرى. يعني الحل هو يجب نزعها كلية لأنها تستنزف يعني طاقة شجرتك،
وتأخذ يعني منها وتأخذ منها الطاقة، كما يعني تأخذ منها الكالسيوم والمواد الأخرى التي تكون ضرورية لإنتاج الثمار ونضوجها والزيادة في حجمها. وهي تستنزف طاقة الشجرة وتحجب أشعة الشمس عن وسط الشجرة، يعني وسط الشجرة يجب أن يكون مهوى بشكل جيد لكي لا تتكون الأمراض، وحتى يعني تذهب أشعة الشمس للجهة الأخرى، يعني حتى تنمو الثمار بشكل جيد وتنضج بشكل جيد. إذن كما قلت لكم، الحل هو نزع هذه الثمار، هذه النموات، هذه السرطانات كلية، يعني لا نتركها ولا نتركها تستنزف الشجرة، ولا نعتمد على هذه السرطانات في الإثمار، لأنها على كل حال لن تكون خصبة ولن تعطي ثمارا جيدة، وقد يأخذ منها وقت كبير أو سنوات عديدة حتى تعطي بعض الثمار، لذلك لا نعتمد عليها في الإثمار. ويجب أن تنزعوها يعني من قاعها بشكل جيد بطريقة يمكن يعني للشجرة أن تلتئم بشكل جيد حولها، كما تشاهدون يعني حول هذه النقطة سوف تلتئم بشكل جيد، يعني تقطعونها من القاع وليس من هنا مثلا، لأن يعني إذا قطعتموها من هنا هذه العيون سوف تنتج سرطانات أخرى. تجدر الإشارة أنه يعني في بعض الحالات الخاصة يعني يمكن إذا احتجنا يعني سرطان من هذه السرطانات لبناء جذع جديد للشجرة، يعني يكون مثلا الغصن الذي فوقه مريض أو مكسور ولا نملك جذع رئيسي في هذا المكان، يمكن أن نعتمد على هذه السرطانات لبناء جذع رئيسي للشجرة يعني مستقبلا مع السنوات القادمة. تجدر الإشارة كذلك لأنه على أنه أفضل وقت للتخلص منها هو في شهر ماي ويونيو، عندما تكون يعني السرطانات رهيفة وهشة وبدأت من الخروج من الشجرة، فقط نقتلعها بأيدينا من قاعها وبالتالي نقضي عليها مسبقا وباكرا، ولا يعني نتركها يعني تأخذ المواد المعدنية والعضوية للثمار ولا يعني تستنزف الشجرة. كذلك بهذه الطريقة عندما نقلعها يعني بأيدينا من قاعها فإن الالتئام الشجرة يكون سريعا جدا في هذه الفترة، وكذلك لا نستعمل المقص وبالتالي فلا ننقل الأمراض يعني خلال القطع بين غصن وغصن آخر. يعني الشجرة كما تشاهدون يجب أن تكون مقلمة يعني بشكل جيد، وسط فارغ، أغصان خصبة مائلة غير متداخلة فيما بينها، مليئة بالدوابر الثمرية بدون سرطانات. كذلك ملاحظة أخرى، إذا كانت الشجرة تتوفر على سرطانات كثيرة جدا فيجب عدم الإخلال بتوازن الشجرة، يعني بنزع هذه الشجرة السرطانات في نفس السنة، لأننا إذا نزعنا يعني عدد كبير من هذه السرطانات فإننا نخل بتوازن الشجرة وستنتج نموات أخرى أكثر في السنة المقبلة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو أصدقائي. إذا كانت لديكم يعني ملاحظات فمرحبا بها، إذا كانت لديكم يعني أسئلة أيضا مرحبا بها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فيديو قادم إن شاء الله.